يعني ايه تنقل فرحنا من المنتجع يا هادي؟ احنا مش كنا متفقين؟ تغيير. وبعدين ما انا عملت فرحي مره قبل كده في المنتجع. مش عايزه يبقى فال وحش علينا. كل ده عشان فريده؟ ما انكرش انها سبب من الاسباب. مش عايز ابقى بلف وادور. بس انا كنت فاكر انه قرار زي كده ممكن يعجبك. وانت عايز اقتراح زي ده يعجبني عادي؟ احنا كنا متفقين نعمل فرحنا في المارينا، وساعتها ما قلتليش انه فال وحش. قصدك ايه؟ قصدي انت عارفه كويس. يا هادي كفايه، كفايه تلعب دور الراجل المثالي. هو انت فاكرني نايم على وداني؟ انا عارفه كل حاجه، عارفه انك رحت لها المنتجع وطلعتها قبل كده من الميه، وبعد كده جاي تغير مكان فرحي عشان مشاعرك. وانا كل ده بره حساباتك. فريده حكايه وخلصت خلاص. مفيش بيني وبينها دلوقتي غير خناقاتي معاكي بسببها. وما دام خلصت رحت لها بتقول قديم ليه؟ المفروض كنت اسيبها تموت؟ انا بتكلم عن النهارده. ما حصلش حاجه. انا شكرتها والموضوع انتهى. وبعدين ما انا كده كده كنت هشوفها في المنتجع. غلطان ان انا رحت اطمن عليها بعد ما حاولت تنتحر للمره الثانيه؟ واتطمنت؟ والله فيك الخير. جريت عليا عشان تغير مكان فرحي. كل ده عادي. خلاص يا يعني. في الاول وفي الاخر هو فرحك برضه. انا عارف ان احنا كنا متفقين ان احنا نعمل فرحنا هنا في المنتجع. فبراحتك بقى. القرار ليكي. اختار انت المكان اللي عاجبك. وانا عايزه اعمل فرحي في المنتجع ده يا هادي. راحتك. لا راحك. ماشي.